نعطيو ان شاء الله ديسير ديال الكريم وواحد البسكوي ما عرفتش الوغ ديسير يمكن لي نقول سميه واخا اللي كيكون كحل وكيكون ملصق بشكل ابيض اييه اييه الزكيه ديالو زرقاء اييه معروف اييه معروف ياك ديسير هذا بالكريم وبالبسكوي الاسود اييه عندنا كاس ديال الكريم يكون كبير كريم سائل كريمه فريش كريم فريش سائل كيكون كاس ديال الكريم فريش وكاس ديال اليوغورت ديال الكراميل حتى هو يكون كبير ديال جوج دراهم ياغورت ديال الكراميل عصير حامضة عصير حامضة وبيض بيضة وحدة بيض بيضة وحدة ثلاثة المعالق كبار ديال حليب غبرة معالق كبار حليب غبرة ثلاثة المعالق كبار ديال السكر كلاصي معالق كبار سكر كلاصي وعندنا داك البسكوي اللي كيكون كنكون هربشناه كنحيدو ليه داك الكريمه اللي كيكون ملصق بها كنحيدو ديك الكريمه البيضاء اللي الوسط كنزودوها اييه وكنخليو غير دوك الاقراص الكحلين ديال البسكوي كنهرمشوهم كناخذو البيض ديال البيض كنطربوهم مع داك ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سمحي لي واحد الدقيقه عافاك من بعد ما نحيدو من بعد ما نحيدو الكريمه الوسطانيه داك الكريمه حتى هي كتخلط مع المقادير اي ما تضيعش كنحيدوها عين نزول على جنب فيها السكر اييه اذا من بعد كناخذوا البيضه البيض بيض البيض بيضه وحده كنطربوه مع ثلاثه المعالق كبار ديال السكر كلاصي حتى كيطلع بحال التلج كنعاودوا كنطربوا الكريمه داك الكاس ديال الكريم فخيس حتى هو مع داك الكريمه اللي كنكونوا حيدنا من هذا من البسكوي اييه الكريم فريش مع الكريم ديال البسكوي كنطربو مزيان حتى كيطلع كنزيدو عليه داك ياغورت ديال الكراميل والحليب غبره وحنا كنطربو حتى كيعطينا واحد الخليط ثقيل بزاف ديال الكريمه كيكون ثقيل كنزيدو عليه داك البياض ديال البيض وكنخلطو غير بالمعلقه من تحت للفوق كنخلطو غير بشويه كناخدو دوك دي فيغين كنديرو فيهم داك البسكوي مهرمش من التحت وكنغطيو بالنص ديال الكريمه وكنعاود نديرو البسكوي من الوسط وكنغطيو عاوتاني بالكريمه حتى الفوق وكنغطيو بداك البسكوي مهرمش من الفوق كتجي عندنا طبقه كحله طبقه بيضاء كحله بيضاء هكا حتى كنساليوه اييه غير بالنسبه للبيض لالا سامي بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش البيض هكا خرج غير هو يستغناو عليه كاع حيت غير هو كيعطيه واحد الفوليوم وصافي واحد الفوليوم واخا مرحبا